يمكن ناس كتير من الجيل يعني الجديد واللي بعد الجديد بشوية ما يعرفوش من هو الملك أحمد فؤاد. ناس كتير فاكرة أنه آخر ملك هو الملك فاروق، ابن الملك فاروق اللي هو اللي كان وقتها الأمير أحمد فؤاد، هو اللي بقى الملك تحت الوصاية. ملك أحمد فؤاد اتولد في يناير 52، لما قامت الثورة في يوليو 52 ساب البلد مع أبوه على اليخت والرحلة الشهيرة إلى أوروبا، وضباط الأحرار هم اللي قاموا بالثورة وحكموا البلد. المهم ناس كتير تبعت قصة الملك فاروق، بس كتير ما تبعوش قصة الملك أحمد فؤاد. في عهد الرئيس السادات، الرئيس السادات أعاد لأسرة الملك فاروق اللي هو كان توفى يعني الجوازات السفر المصرية، وبقوا مصريين وبيقدروا ييجوا مصر. الأسبوع ده الملك أحمد فؤاد كان في زيارة لمصر، وراح زار متحف الحضارة اللي جزء منه فيه مقتنيات للعيلة بتاعته. وهو بيعمل الزيارة دي كان في حفل بيعمله فنان جميل احنا استضفناه كذا مرة اللي هو محمد شاشو، انتوا عارفين شاشو بيعمل الموسيقى الإلكترونية. وحضر الملك أحمد فؤاد وعيلته الحفلة ديت، بل انه الملك أحمد فؤاد طلع على المسرح وشارك شاشو في الموسيقى بتاعته. معانا محمد شاشو. اهلا محمد، ازيك، اخبارك ايه؟ الحمد لله يا استاذ عمرو، اهلا بحضرتك. شايفك متالق بقى وحفلات كتير وانطلقت، خلاص الموسيقى الالكترونيه دي بقت حاجه عظيمه يعني. البركه في حضرتك طبعا قبل كل حاجه طبعا. ربنا يخليك، قول لي ايه الحكايه؟ ايه اللي حصل مع الملك؟ هو الموضوع جاء ان انا اوريدي كان الدكتور احمد غنيم الرئيس التنفيذي للمتحف القومي للحضاره شرفني واتقابلنا ببعض، لان عندي حفله كانت يوم الخميس اللي فات ده، وجاء من هنا انه قال لي طب انا حابب انك انت نعمل كمان حفله خاصه، عرض خاص لجلاله الملك لانه كان مشرف مصر في الوقت ده. فقلت له يا سلام، طبعا احب جدا وشرف ليا. فكان يوم الاربع اللي فات تم العرض الخاص امام جلاله الملك والاسره. فانت عملت عرض خاص للملك يوم الاربع، وبعدين عملت العرض العام اللي هو كان امبارح بالظبط كده. وبعدين هو الجميل ان طبعا انا حسيت ان الملك عايش معانا في مصر، يعني هو مصري طبعا 100%. يعني انت بتكلم الابتسامه مصريه وطريقه الترحاب مصريه، لا يعني وحتى بيهزر ويضحك، يعني انا حسيت فعلا ان هو عايش معانا في مصر طبعا. هو اول ما شاف العرض انا سلمت عليه، نزلت بعد ما خلصت وسلمت على جلاله الملك، قال لي يو ار ذا ايجيبشن جون ميشيل جار. ايوه حضرتك قلت يا ابني طبعا، فاحنا ما رحناش بعيد مبدئيا. واشاد بالمزيكا وانها بطابع مصري، ودي كانت حاجه بصراحه ان انا كنت عايز اثبتها، ان مهما كنت بلعب الكترونيك او اي دي ام ميوزك او وات ايفر الكايند اوف ميوزك اللي انا بلعبها، بس لازم يكون فيها طابعنا والطابع المصري. والاميره فوزيه طبعا برضو في نفس الموضوع، قام اشادت بالمزيكا جدا وقالت انها اول مره تشوف ده في مصر. بس انا شايف في الصور ان هو طلع معاك على المسرح ولعب شويه بقى زي ما انت لعبتني كده على المزيكا والحته، زي ما حضرتك عملت بالظبط، طلعنا طلع على الستيج. طب خلينا نوري الناس لما الملك طلع على المسرح وقعد يلعب شويه في المزيكا بتاعتك برضه. طبعا يعني راجل بسيط ويعني كان سعيد بالمزيكا، فكمان ده تشجيع من الملك ليك يعني. بالظبط بالظبط. وكمان يعني الأميرة فوزية بصراحة يعني تحس برضو انها مصرية 100%.
اشدد بالمزيكا جدا، ولما اتصورنا جت قالت لي انا ممكن اقف جنبك اتصور، قلت لها حضرتك الله يخليك مش حضرتك اللي تقف جنبي. فطبعا وكمان الامير محمد علي طلع ولعب على السيت اب برده مزيكا، فكانت لفته حلوه جدا جدا منهم بصراحه يعني. وانا شفت جزء كبير من العرض بتاعك، انت دخلت بقى البوزوكلو شبه العود، دخلت اغاني مصريه وبتاع، فاكيد هم والليله الكبيره ومش عارف، اكيد هم استمتعوا بالتراث ده المصري الجميل يعني. هي مش مزيكا مودرن قوي قد ما فيها الحاجات بتاعتنا يعني. لا هو انا بالفعل انا كنت حابب ان احنا نوصل الصوره دي بره يعني، ان احنا نلعب مزيكتنا بالفعل مش مجرد اي مزيكا. وفي الاخر طبعا الاكثر حاجه عجبتني انه في الاخر ان جلاله الملك والاميره فوزيه والامير محمد طلبوا ان هم عايزين سي دي من شغلي، فطبعا ده كان شرف ليا، وان شاء الله السي دي هيوصلهم بكره باذن الله. ده ممكن يكونوا عايزين يعملوا حفله في جنيف او كده في المكان اللي هم عايشين فيه، وحاجه تقدم الموسيقى المصريه، لان انا شفت حتت لام كلثوم، شفت حتت حاجات جميله كتير متوزعه التوزيع الالكتروني بتاعك ده. انا كنت عامل الفكره لاني كنت في متحف الحضاره، طبعا ده بالنسبه لي شرف ليا ان انا اقف في المتحف، متحف لا يقل عن اي متحف عالمي بل يزيد بصراحه بالعدد والكم والديكور والمكان نفسه. فكنت لازم العب بالكالتشر بتاعتنا بالمزيكا بتاعتنا من اول البدايه لغايه يعني. انا لعبت في مزيكتنا، جبت فيها سيد درويش، وجبت طبعا مع الالقاب طبعا، وجبت ام كلثوم وعبد الحليم وعبد الوهاب في المزيكات دي كلها، فانا لعبت كل الاشكال يعني الحمد لله يعني. ومزيكتي طبعا لعبتها برضو الموسيقى التصويريه للافلام اللي انا عملتها. أكيد. الملحن محمد شاشو، من تقدم إلى تقدم، بشكرك شكرا جزيلا.